الآن بفرنسا، وفرنسا عم تختبر لأول مرة التاكسي الطائر. بعتقد هيدا الخبر لما الواحد بيقراه بيقول إنه شو تاكسي طائر. هلا هي منا اختراع جديد ومنه تقنيات جديدة، بس فرنسا لأول مرة عم تختبر هيدي التجربة، وانطلقت مبارح برحلات تجريبية للتاكسي الطائر الخاص فيها باسم سيبل، واللي بيعني بالفقاعات البحر. هيدي التجربة عم ينطلقوا فيها من مبارح ل 20 سبتمبر، رح يستمروا فيها الساعة، في رحلات من الساعة 8 لل 10 صباحا، وفي رحلات من 3 لل 5 بعد الظهر. هلا طبعا هيدا التاكسي ما بيطير فعليا، بس بيرتفع شوي عن سطح البحر. بمجرد ما ارتفاعه عن سطح البحر وعدم احتكاكه بسطح البحر تقريبا 40%، فهيدي 40% المسافة بين المكنة أو التاكسي الطائر والمسافة بين سطح البحر 40% مسافة كبيرة لا يتمكن من التجربة أو السائقين أو حتى اللي بقلب المركبة يعيشوا هيدي اللحظة. بيرتفع مثل ما ذكرت قليل عن سطح الماء، وطبعا هي منا بتقنية جديدة. هيدي التقنية ابتكرها المبتكر الفرنسي هنري فابرسون 1910. يعني هيدي التقنية منا جديدة بالمرة، بس لأول مرة عملوها بمنظر أو بهيكل عصر شوي، وبيعتمد على الذكاء الاصطناعي وعلى التكنولوجي. وهلأ بلشوا بالرحلات التجريبية، وبعدين رح نشوفها مستمرة بفرنسا. بعتقد خطوة مهضومة وهيك بتغير عن كل التنقل التقليدي اللي نحن متعودين عليه، إن كان بالنهر بالبحر أو إن كان على الطريق. مثل ما أنتوا شفتوا صور من شوي، صور هيدي الطائرة البحرية الجديدة من فرنسا، فكرة مهضومة وحلوة.